بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم ثاني جلسات القضية المعروفة في الأردن باسم قضية الفتنة التي يحاكم فيها باسم عوض الله وحسن بن زيد. قررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين الاثنين سرا على ضوء وقائع الدعوة وتعلقها بأمن وأسرار الدولة وحفاظا على النظام العام. من عمان ينضم إلينا مراسلنا مراد البطوش. مراد، أهلا بك. تفاصيل أو أوفى حول هذه الجلسة الثانية وأيضا السرية وغير طبعا التغطية الإعلامية. نعم، يعني أغلقت محكمة أمن الدولة اليوم أبوابها بعد انتهاء الجلسة الثانية التي حضر بها المتهمان باسم عوض الله وحسن بن زيد. التغطية الإعلامية اليوم كانت أقل بريقة من يوم أمس، حيث أن الصورة التي كانت يوم أمس هي دخول المتهمين إلى أروقة محكمة أمن الدولة كانت تمثل خبرا اليوم إجراءات قانونية وبروتوكولية في ظل السرية التامة لهذه المحاكمة، بعد أن استندت محكمة أمن الدولة إلى المادة الثامنة من قانونها رقم 17 لعام 59 حفاظا على أسرار الدولة، وما قالت أنه حفاظا على النظام العام. لكن خرج محامي باسم عوض الله وقال بأن الجلسة ستستأنف أو جلسات ستستأنف في يوم الأحد القادم في بداية الأسبوع القادم، وقد قدم النيابة العامة قدمت شهود الدفاع في الجلستين. الجلسة الأولى تم الاستماع فيها إلى شاهد وتلاوة ثلاث شهادات بشكل كتاب، اليوم تم الاستماع إلى شاهد آخر في القضية. سألنا رئيس محكمة أمن الدولة إن كان بالفعل هناك معلومات عن وجود شاهدين يحملان الجنسية السودانية، قال بالفعل هناك شاهدين. ارتأت المحكمة أن يتم الاستماع إلى شهادتهما بشكل مكتوب دون حضورهما. ماذا يعملان؟ قال لنا بأنهما يعملان في مجال الخدمة المنزلية لباسم عوض الله دون الحديث بتفاصيل أكثر عن طبيعة الجزء المتعلق بشهادتهما حول هذه القضية. الآن القضية سوف تذهب إلى مسارات متعددة، ربما تستمر إلى شهرين بحسب خبراء وقانونيين يقولون بأن هذه القضايا فيما إذا ثبتت على المتهمين فإن مدتها تتراوح بين 5 أعوام وقد تصل إلى الأشغال الشاق المؤقتة لمدة قد تصل إلى 20 عاما. مراد، لو تحدثنا عن التفاعل وأصداء هذه الجلسة وقع على الشارع الأردني كيف هو، وأيضا الصحافة الأردنية كيف تتفاعل مع هذه المحاكمة؟ نعم، نظرا للسرية التامة لهذه المحاكمة فإن الصحافة الأردنية الآن وحتى على مستوى رواد ومواقع التواصل الاجتماعي فإنها قد أخذت منعطفا أقل زخما وأقل بريقا بالنظر إلى أنها كانت قضية سياسية تفاعل بها الشارع الأردني على مدار الأشهر الماضية، الآن تأخذ مسار قانوني وقضائي. وبحسب الدستور فإن القضاء سلطة منزهة في الأردن، وينتظر الأردنيون ربما الساعة التي يتم فيها النطق بالحكم على أبعد تقدير بعد 2 إلى 3 أشهر. أيضا على مستوى الصحافة الأردنية هي تتحدث وفقا للمعلومات التي قد يخرج بها وكيل الدفاع، وهو الجهة الوحيدة التي باتت تصرح الآن حول مسار هذه القضية. الحكومة الآن، السلطة التنفيذية الآن بمعزل عن هذه القضية، وبالتالي القضاء يسير بإجراءاته وهي المعلومات فقط المتاحة حاليا حول هذه المسألة. الشارع الأردني ربما تفاعل مع الصورة التي جاءت يوم أمس، تفاعل مع بارتياح كبير صورة باسم عوض الله بزي المساجين باللون الأزرق، لكن الآن ينتظرون ربما أن تستكمل المحكمة إجراءاتها. سنكون طبعا في آخر تطورات وتفاصيل هذه المحكمة. من عمان مراسلنا مراد البطوش، شكرا جزيلا لك مراد.